أخبار اليوم. أرجوكوا مع كافة أي حدث بلاش التجمع، تخلوش الناس تتفرج علينا يقولوا قنبلة، بنقف نتفرج على قنبلة، نقف نتفرج على حدث، ساعدونا. نرجو أن مع الأحداث المواطنين أرجوكوا تخلونا عشان نعرف نشوف شغلنا. أخيرا رسالة طمأنة من السيد اللواء خالد يوسف مدير أمن القاهرة للمواطن المصري العظيم. اطمئن بالله وإحنا موجودين وهنفضل موجودين وما بنتعبش ومش هنتعب.